على فوز المركز الثالث. من قدم لنا غزيلة؟ مطر بن محمد بالعفاري المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. أين الأفاضل؟ طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية مسائية من أرضية هذا الميدان في هذا المهرجان السنوي الكبير التراثي الذي يقدم هنا على أرضية ميدان المرموم في أول أيامه وتدشين لهذا المهرجان السنوي الكبير وتسعيرة هجن العاصمة التي نتابع معها انطلاقات هذه المسيرة. نسير معكم مع رابع أشواطنا والخاص بالقعدان هنا ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين لأبناء القبائل. نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة سنيار لمكتوم بن سعيد بن منانة القتبي من يأتينا على المركز الأول، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر والمنطلق هناك والقادم هملول لسعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي والمنطلق. هناك يأتينا الظافر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد العامري من ينطلق بهذه الانطلاقة، ويأتينا هناك بانطلاقة وتحديات الأشهب سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري والمنطلق. هنا يأتي جلمود جمال بن راشد بن جاسب المسافري، ووصل هنا مكرم لسعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي من يأتينا على المركز السادس والسابع المراكز والمنطلق. بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا والتحديات هنا والمنطلقة هنا ريسنج محمد بن أحمد بن سعيد بالرفيعة، ويأتي كذلك الانطلاق هناك والتحدي من قبل رايق سعيد بن محمد بالشرقي العامري من يأتينا الدكتور بهذا الانطلاق والأداء الجميل القادم هنا القادم الذيب عبد الله بن سيف بن محمد العميمي من يأتينا على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة، نعود مع شعار الرقود على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع الأشهب سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني والمنطلق بهذه اللحظات وبهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل هنا وانطلاقة والتحديات هنا المنطلق بهذه اللحظات هنا ريسنج محمد بن أحمد بن سعيد بالرفيعة، ووصل كذلك هنا أيضا شعائر الذيب عبد الله بن سيف بن محمد العميمي من يأتينا مع الذيب بهذا الانطلاق والأداء. هناك جلمود جمال بن راشد بن كاسب المسافري والمتسلل رايق سعيد بن محمد بن شرقي العامري الدكتور يأتينا هنا أيضا بانطلاقته. هناك الوصول والتحدي هنا الوصول من الواش محمد بن سيب مايد المزروعي وياتم غادر خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي أيضا قادم بهذا الانطلاق وبهذا الأداء. هناك من هناك منجوب عبد الله بن محسن بن راشد بن محسن بن نيلة ويأتينا هنا والمنطلق بتاسع المراكز بهذه اللحظات شعار بن دري المنطلق هنا مكرم لسعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي المنطلق بهذه الانطلاق وبهذا الأداء. الوصول هناك من مهدي محسن بن حمد بن محسن الفلاحي، هذه هي النتيجة وشعار المجازف كذلك قادم، ولكن نعود هنا إلى الأشهب سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري بعد الكيلومتر الأخير من يسيطر على المقدمة على المركز الأول صدارة هذا الشوط والذيب القادم هنا عبد الله بن سيف بن محمد العميمي من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث ريسنج محمد بن أحمد بن سعيد بالرفيعة المنطلق، ومن الجانب الآخر مغادر خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي، ووصل المجازف مع هجام محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن الصدارة مع الأشهب على الصدارة الأشهب على المقدمة وعلى المركز الأول والذيب قادم هنا بهذه اللحظات. يا سلام الأشهب والذيب، وهنا كذلك هجام هجم على المراكز الأولية هجام قادم، ولكن الأشهب على الصدارة على المقدمة
القادمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العامري شعار راعي الرقود ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام مدينة العين، سلام سلام لراعي الرقود، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. شوف يا ابو فرج يسوي راعي الرقود، شوف ماذا يعمل هنا وينتزع الشوط الاول هنا باول المركز الاول بصداره رابع الاشواط. تهانينا وناموس سالم عبد الله بن سالم سعيد العفاري وياتي ذيب عبد الله بن سيف بن محمد العميمي المركز الثالث قدام محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ويصل بهذه الانطلاقه هنا والتحدي من مهدي محسن بن حمد بن محسن بن حمد الفلاحي وعلى المركز الخامس المنطلق بانطلاقة وتحديات مغادر خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي من يأتينا على خامس المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى، نعود مع الأشهب هنا وانطلاقته وتحدياته وتوقيته الزمني هنا 5:49 هنا 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز لسالم بن عبد الله بن سالم بن سعيد العفاري راعي الرقود، بينما الذيب بن حلة على المركز الثاني بتوقيت زمني مقداره 5:50 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانطلاق والتحدي هنا أيضا من الذيب ومالك عبد الله بن سيف بن محمد العميمي. ويأتينا هناك هجام على المركز الثالث محمد بن عتيق بن زيتون المهري 5:51 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية مسائية في أول أيام هذا